حتى أفهم عمليا تطبيق مايكلسون في تحديد الطول الموجي أو حركة المرآة الثانية للحصول على حالة السيركولار فرنجز، حالة الأهداب الدائرية أو نسميها الأهداب متساوية الميل. نجي على أنه إذا حركنا نعتبر أنه هنا مثل السؤال الميرر أم وان كانت ثابتة، وهنا في خلفها أكو مايكرومتر حتى نحرك به براغي، هذه البراغي نحرك بها M2 إلى حتى نحصل على حالة التداخل اللي شرحت لكم إياها في محاضرات سابقة. هذه السيركولار فرنجز شلون أحسبها؟ شلون أحسب المسافة اللي تحركت بها المرآة حتى من حالة مثلا المسافة تحركت المرآة M1 وغيرت المسار البصري في كل حالة، المسافة مقدارها دي مثل ما هو تشوفون بالشكل، الأمواج الناتجة اللي هي راح تكون متشاكية تتبعون هذا النفط تمشي بنفس الطور، فكل مرة يتحول الهدف المركزي من مظلم إلى مضيء ثم مظلم وهكذا. يعني المرآة هذه الأموان بالشكل اللي الام 2 العفو لان هي اللي تتحرك الام 2 تحركت مسافة مقدارها لامدا اوفر 2 زين، هذا الطول الموجي من الطول الموجي التغيرات بين مظلم مضيء مقدارها ام خلال مسافة دي. جي شلون احسب هذه المسافة بين مثلا انا جيت هسه لقيت هدف مركزي مثل ما تشوفون بالشكل التالي وبديت ورا أرد أحسب المسافة اللي حركت بيها المرآة هذا مثل هذا الشكل، حسبت مثلا 50 هدف أو 200 هدف وصلت إلى حال المرتبة أو المرتبة الأولى ورا 50 هدف حالة لمرتبة ثانية، هذا هدف مركزي مضيء ومحاط بأهداب مظلمة، شلون تكون الأقطار مالته متحدة المركز؟ شلون أحسبها؟ أجي أحسب التغير بالمسافة دي 2 ناقص دي 1 من المرتبة الثانية للمرتبة الأولى 2 ناقص 1 تصير 1، وهي يعني أنصاف أقطارها كانت أو مسافة بمقدار نصف الطول الموجي. إذا أنا أقسم على الطول الموجي الموجود عندي على 2 راح أشوف إنه المسافة بين هدب يعني المسافة اللي تحركت بها المرآة خلال 15 أو 20 أو 30 هدب كانت هلقد. أجي حتى تصير الصورة عندي واضحة أخذ المثال الثاني، في حالة عندنا انترفيرومتر مقياس تداخل يوزنج ليزر استعمل بي ليزر وعديت أنا 200 هدف خلال موضع الرؤية اللي دا أشوف بها الأهداب أما داخلة أو خارجة، فكانت حركة المرآة أو المسافة بالمايكروميتر هلقد 0.0589 مليمتر. احسب الطول الموجي من هذا القانون، الطول الموجي شي يساوي 2D over N وM عدد الأهداب، فأجي الفرق بين المسافة بين المرتبة ومرتبة خلال 200 هدف كانت هلقد زين، أحول أوحد الوحدات وأقسم على عدد الأهداب اللي أنا حسبتها خلال شفتها خلال موضع الرؤية، أشوف إن الطول الموجي طلع لي مثلاً 589 في 10 قوى ناقص 9 و 589 10 قوى ناقص 9 هو نانومتر، إذا 10 قوى ناقص 10 انكستروم. أرجو انتباه على الوحدات لأنه الطول الموجي يقاس بوحدات الطول والوحدات الحديثة هي نانومتر.